البداية مع القائد الشهيد وسام طويل الذي ارتقى في 8 من كانون 2 يناير شهيدا على طريق القدس. نحو 900 عملية نفذتها الوحدات التي كان يرأسها عقب استشهاده، إلى جانب 263 عملية أخرى نفذتها قوة الرضوان كما تتابعون الأرقام. الشهيد حسين سلامي ارتقى في 28 من شباط فبراير الماضي، وبعد استشهاده نفذ التشكيل الذي كان يرأسه نحو 260 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. القائد علي نعيم الذي استشهد على طريق القدس في 29 من آذار مارس الماضي نفذ هذا التشكيل الذي كان يرأسه 323 عملية منذ تاريخ الاستشهاد. هنا عندما نتحدث عن عملية لا نقصد عملية عسكرية منفردة، بل عملية للتشكيل نفسه. الأمر هذا نفسه ينسحب على قادة آخرين مثل الشهيد علي حسين الذي ارتقى في 8 من نيسان أبريل الماضي بعد استشهاده، نفذ التشكيل الذي كان يرأسه 83 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومن القادة أيضا نذكر إسماعيل باز الذي ارتقى في 16 من نيسان أبريل الماضي ونفذ التشكيل الذي كان يرأسه نحو 50 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال. كلها معطيات تبين البون الواسع بين معطيات الميدان وبين خطابات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وفي المحصلة فإن البون شاسع في المصداقية بين حزب الله وتل أبيب بحسب هذه المنصة الإخبارية الإسرائيلية حداشوت بزمان، التي تقول إن أخبار حزب الله وتهديداته تصل مصداقيتها إلى 80%، فيما لا تتجاوز نسبة المصداقية الإسرائيلية حاجز 20% فقط.